مستقبل. عم نخلي من صغر يتمروا على الشقب، ابن غزال الشقب، ابن عنزاء الفريد، فيروز سلالة رائعة ورائعة جدا. الأم هي من دم بولندي من مزارع البولندوسكي ستاد. يلا حبيبنا الشوط السادس كمان حضروا حالكم. صقلوية نجمة فرنسا، بركة الفانتوم، هداية رشيد، نجد، وردة الشريف، سويرة ومحبوبة. شو الله فراس محمد مربي بركات البريق واللبيب ومرانس جميل المستأجر من ألمانيا. أهلا حبيب عالم الفروسية، أهلا وسهلا. عماد الزعبي حبيبنا، عماد الزعبي على الميدان يابا، على الميدان. عماد الزعبي على صوت للناوي. يلا ياس ياس. يلا حبيبي ما تطفروش ابراهيم. الرايوس محمود الزعبي، ابن عبير الشريف، عابر الشريف، والام شاهد بنت الشهيد، الملك نعمان من سولم، المدرب والخيال حمود الزعبي. تحية حبيبنا حمود الحدرج صاحب البطل برجينيو، والاخ نادر محمد صاحب البطل مسعود. يلا حبيبنا همي همي ونظام اليوم يوم بضوء الخيالي. ما شاء الله حماد حجرات على بيك، هلا أميرة ما شاء الله مظهر ومحضر، بطلة الميدان من العام الماضي أميرة مع حماد حجرات تبارك الرحمن. الخرافة المنحدر من الفحل، الكرافة منحدر من سلالة شيخ الكوران. عابر جونيور مع الخيال أحمد أبو جبل. يلا معاذ ظهورها حبيبنا، ظهورها يا شباب. يلا حبيبنا رجاء اخوان. عملية الإحماء. أحمد أبو جبل بعملية الإحماء على صوبة عابر جونيور، ملك الحجة أبو سير أبو عياش، المدرب والخيال أحمد أبو جبل. يلا حبيبنا
ملك سامح الجراتي تحت تدريب الاسطبل الاحمر خالد السعدي. الذكور مواليد 2013 برق مع سالم العقبي، عابر جونيور مع احمد ابو جبل، قبطان مع زنور، برايوس مع حمود الزعبي، صلاح الدين مع خالد السعدي، والزئبق مع معاذ ابو علي وننناوي. هذه الامهار، هذه الكوكبه من الفهوم الصغار، لحظات تفتح البوابات لتطلق هذه المجموعه. برق عابر جونيور، قبطان رايو، صلاح الدين، زئبق، وللناوي، وعائلة الخيول تنطلق ما شاء الله بانطلاقة قوية. لاحظوا هذه الكوكبة من الخيول، سالم العقبي ينتزع الصدارة على صهوة برق. سالم العقبي بنزاع شديد مع خالد السعدي مع صلاح الدين، ولكن خالد السعدي يتراجع الآن شيئا ما. سالم العقبي لا يزال يحافظ على الصدارة، سالم بصدارة هذه الخيول. زنور يحاول من الخلف، ولكن سالم العقبي لا يزال يحافظ على الصدارة. زنور يتقدم للمرتبة الثانية مع قبطان. سالم العقبي لا يزال يحافظ على الصدارة ما بين المنعطفين بأريحية. سالم العقبي ما بين المنعطفين على صاوة برق. زنور يندفع الآن على صاوة قبطان. لاحظوا معي هذه المنافسة ما شاء الله، لا يزال الحصان المهر برق بصدارة المجموعة مع سالم العقبي. زنور على صاوة قبطان، زنور يحاول من الخلف، قبطان وزنور باندفاع من الخلف، عابر جونيور، رايوس، صلاح الدين، وزئبق. رايوس يحاول ايضا، زنور مع قبطان، ولكن سالم العقبي لا يزال يحافظ على الصدارة. سالم العقبي، سالم العقبي وزنور يحاول من الخلف، زنور على صاوة قبطان، ولكن كفر مندا لا حصة في البطولة. كفر مندا بالمرتبة الأولى، برق مع سالم العقبي، زنور بالمرتبة الثانية مع قبطان، والرايوس بالمرتبة الثالثة مع حمودي الزعبي. والله بتستاهلوا كفر مندا بطولي. ألف مبروك برق. أجل يا تاريخ وليشهد تصويرك أبو الوديع. الله الله لهذه الأشواط، الله الله على هذه الأعراس، على هذه المهرجانات، وللتحية المندوية وللتحية العربية لهذه البطولات. لا أقول سباق ولا أقول بطولة، بل كل ما رجع للخيول العربية هنا على كفر مندا. الزفة المندوية، زفة مندوية ومحطة لبرق. عالمنصة حبيبنا، عالمنصة يا سالم. اسلام مطاح ابو مازن، سلم يفوز لهذه البطولة. ايدك ايدك. اذا التحية مدوية مندوية لبرق بطل انهار 2013، وتحية اكبر لبطل هذا الصوت سالم العقبي ابو ادم. كل الاحترام، مبروك حبيبنا علي ابو زهرة، مبروك كفر مندا، مبروك برق. مبروك ابو وائل، مبروك حاج ابو وائل. ايدك ايدك وين عرس المنداوي. لوصيف البطل وتحية لقبطان. ألف مبروك قبطان، ألف مبروك حبيبنا محمد وعكرم العزيري، مبروك ألف مبروك.
مبروك حبيبنا الهجرات. رايوس، وين تعيد رايوس اخوان؟ رايوس بن عبد الشريف بن مشاهد بنت الشهيد. نورمان السولم، حمودي شوقي، الحيان والمدرب. مبروك يا حمودي يا زوبي، كيف حالك؟ يعطيك العافية حمودي.